أنا سعيد كل السعادة أننا أتممنا عملية التدشين النقدي لهذا المبدع ومنحناه بعضا من حقه. مهم جدا أن يعيش المبدع وأن يرى تدشينه النقدي رأي العين وأن يكرم حال حياته. كان العقاد العظيم يقول: وإذا الحمد فات نابغ قوم فهو موت الباقين للذاهبين. أتمنى عملية التدشين النقدي لكاتب يستحق أن يدشن له نقدي، لأنه باشر ما سماه المبدع الكبير الراحل يحيى حقي خدوش الأظافر في صخرة القدر. هذا الكاتب يخدش بأظافره في صخرة القدر منذ سنوات، وبالتالي هذه اللحظة لحظة تكريم، لحظة ارتقاء المنصة، لحظة التدشين النقدي. أن نفهم جيدا المرحلة التي يمر بها علم النقد الأدبي الآن. وأعجب جدا أن يكون هناك من يقول أن هذه المنصة لم تتكلم عن المسرح الشعري. كلام عن الجملة الحوارية كلام عن المسرح الشعري، كلام عن لحظة التنوير كلام عن المسرح الشعري، كلام عن استدعاء مقامات موسيقية بعينها كخلفيات للنص كلام عن المسرح الشعبي، كلام عن عمليات الاستهلال وعمليات الإغلاق والخواتيم حتى ستار الختام كلام عن المسرح الشعبي. يعني القضية ليست قضية أن يتحول النقاد إلى الحائط الواطن، لا، الناقد يباشر مهمته ويقدم على الطاولة ما يسمونه الآن في النقد أبروتش، مقاربة للنص، لمفاصل النص. وهذا ما جهدنا أن نقوم به، لكن في نقد في أذهان البعض أن نستعيد الديفينيشنز، التعريفات، نجيب المسرح الشعري من أول ابن عروس ونستمع المصطلحات الكلاسيكية ثم نمر على ياسين وباهية. طب ما كل ده عمله عبد الغني داود، لماذا نكرر ونستنسخ تجارب نقدية ماضوية ذهبت عليها عواد الزمن؟ ثم إن الجمهور مل عملية التنظير الجاف واستدعاء المصطلحات والتعريفات. مش في كل مرة هنناقش نصاً مسرحياً شعرياً ينتمي إلى الفصحى سنعود إلى شوقي وعزيز أباضة، ثم مأساة الحلاج لصلاح عبد الصبور، ثم مرحلة فاروق جويدة. هذا التأسيس النظري يمثل شحوما زائدة على العملية النقدية. وما كان هذا الذي ينتظر محمود عبد الله؟ محمود عبد الله كان ينتظر نصا نقديا يضع أذنه الحساسة على عرق نصه المسرحي. ولاحظوا معي أن نقدنا الآن توزع على مسارين: مسار النص الورقي المكتوب ومسار العرض المسرحي، حتى لا نبخس هؤلاء الممثلين حقهم الذي يستحقون. لا بد أن نفهم أنه علم النقد الآن تغير، ولا بد أن نتجدد وأن نتغير معه. في الآن أدب المدونات، في الآن استدعاء لشكل خاص من النقد. وبالتالي أرجو على طريقة نصح القرآن: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. عندما يقدم نقد على الطاولة أنت من حقك كمتذوق أن تختلف مع ما قيل، لكن لا تهد التراب على ما قيل، لأنه الآن هناك حركة نقدية في مصر والأقاليم في القاهرة والأقاليم تشق مجراها بتؤدة وتريث وثقة واستنارة، وتحاول أن تستدعي أفضل ما في الخارطة الإبداعية. أعتز في ملتقى السد العربي أن كل الظواهر الإبداعية التي راهنا عليها أصبحت الآن من نجوم الصداره. راهنا على كاتب جاءنا من الأقصر منذ أكثر من 9 سنوات، راهنا عليه وقدمنا له على الطاولة نقدا جديدا. وصل هذا الكاتب إلى البوكر مرتين وهو أشرف الخمانسي. رهن على خالد بدوي الذي جاءنا من الفيوم لا يعرفه أحد، وتعاملنا معه بالروح النقدي الاحترافي الواجب، حتى وصل خالد بدوي إلى جائزة عماد قطري وجائزة النشر الإقليمي. رهن على أحمد حسن محمد
الذي يعيش في محافظة الشرقية والذي شكى مر الشكوى من أن النقد لا يقترب منه، ناقشنا له مدينة شرق الوريد حتى وصل إلى جائزة البطيل وحصد الآن أكثر من 30 جائزة عربية. أرجو ألا يكون بعضنا سداً لبعض، لكن الأصل أن نتحرك بعقلية التكامل والهرمونية والاتساق بحيث نستطيع أن نضيء هذه الظواهر الإبداعية النبيلة. وشكراً لكم.